بهاشتاغنا لليوم، بعد خسارة المنتخب السوري بخماسية نظيفة أمام اليابان، أعلن الاتحاد عن رغبته بالتعاقد مع المدرب البرتغالي العملاق جوزيه مورينيو، بس يبدو أن الاتحاد ما بيقدر يتحمل تكاليف هيك صفقة بتكلف أكثر من 750 ألف دولار. بس شو يعني مورينيو؟ وليش عم تقللوا من قيمة المنتخب السوري؟ هيك حكى صلاح رمضان رئيس اتحاد المنتخب السوري لكرة القدم بعد حملة السخرية اللي صارت واللي وصلت كمان للصحافة الغربية. خلونا نتابع. بعد قليل، هل يسعى بوتين لتحويل سوريا إلى شيشان أخرى؟ وحوار خاص مع عالم الرياضيات السوري جمال أبو الورد. وفي غريب بيرشي، ما قصة سجن دراكولا في تركيا؟